وليد كتبتم التاريخ المغرب في نصف النهائي، تستحقون ذلك، أنتم قريبون جدا من الكأس مرة أخرى. واجهنا فريق كبير، فريق البرتغال بكل ما فيه. نحن رأيتم الإصابات وخرج القائد مزراوي، ولكن من بقي على الميدان قاتل بهاته العقلية، والجمهور الذي يتابعنا وشريدي كذلك تم طرده. كان علينا أن نكتب التاريخ لإفريقيا. أنا سعيد، سعيد جدا. أنتم غيرتم وجه كرة القدم وخارطة كرة القدم بفضل المغرب التي أصبحت أمة كبيرة يجب احترام المغرب. ليست مسألة احترام، المسألة هو أننا نتقدم، نتقدم بمواهبنا رغم كل الإصابات اللي حصلت. خسرنا أمين ولوزان والعديد من اللاعبين، مسينا كذلك، ولكن تمسكنا وخلقنا هذه الروح الجماعية من أجل الشعب المغربي. وكذلك إفريقيا عادت على الساحة حتى نتجاوز سقف التوقعات. وليد الرقراقي، أنت كتبت التاريخ كناخب وطني عربي، أنت من بين الكبار تكتب التاريخ وفتحت الأبواب لمدربين آخرين. ذلك هي الغاية. من الصعب بالنسبة للمدربين مثلنا الذين يدربون في إفريقيا وكان هنالك شكوك فينا تكتيكيا، لكن نتقدم. نحن سعداء من أجل المغرب، وأريد أن أشكر كل الجماهير وأشكر كذلك الطاقم الفني والجامعة. سفيان مرابط، congratulations. تهانينا على هذا الفوز. كيف أنت فخور بفريقك الوطني الآن؟ لا، إنه أمر غير متوقع. لقد كانت مباراة رائعة بالفعل، لقد كان أمر لا يصدق بالفعل، وأنا فخور للغاية. كأننا حققنا حلمنا، أنا أعيش حلما الحمد لله. لقد قاتلتم اليوم بشجاعة وأظهرتم مواهبكم، وتهانينا. لقد كان أداؤكم مبهر. نحن لقد خضنا مباراة عزيزة بكيفية لاعبنا، بقلوبنا، من أجل بلدنا ومن أجل المشجعين، ومن أجل ومعنوياتنا كانت عالية. لقد أحرزنا، وكيف دافعنا وكيف أحرزنا الهدف. أكن لهم احتراما كبيرا. معلم، مبروك الفوز يا معلم. مبروك يا كابتن خالد، مبروك للجميع، مغاربة وغير مغاربة، مبروك لنا جميعا جميعا جميعا. بص اهو كيف، عشان بس تبقى مصدق. صح، هو كاتب واحد. عطني عطني ورقه. شوفوا يا جماعه الخير، المعلم كابتن حسن شحاته كاتب، كاتب توقع على ورقه كاتبها سجلها كمان. سجلها وقالها مساء على فكره في قبل المباراه، قال المغرب 1-0 ان شاء الله. طرابلسي، ألف مبروك للمغرب، ألف مبروك للعرب. حسب رأيي مباراة بطولية كبيرة ياسر. المغرب في النصف النهائي بهدف واحد، قاموا بمباراة على مستوى عالي جدا، على المستوى التكتيكي وعلى المستوى الدفاعي. ألف مبروك، ربي يعطي خيره. ظاهر القلوب صافية بينات المجموعة. نتمنى اللي يكون المغرب معناتها تستغل الظرف هذايا وتنجم تمشي حتى للنهائي، ولما لا الفوز بكأس العالم إن شاء الله. فيديو عفوي لسيدي سمو الأمير الله يحفظه ويعطيه الصحة والعافية الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني أثناء حضوره مباراة المنتخب المغربي والمنتخب البرتغالي في اللحظات الأخيرة، يشوف الساعة ويقول المباراة انتهت. المنتخب المغربي صنع الفرحة في الوطن العربي الكبير، بل في أوروبا وأفريقيا وكل مكان. الإنجازات دائما تأتي فنفتخر بها نحن بالعلم المغربي الحبيب بأسود الأطلس. ألف مبروك دكتور، مبروكين الفوز، تستاهل، تستاهل فرحة. الله يعطيك الصحة والعافية، كنا خايفين على صحتك اليوم. الحمد لله، والله فرحان من طبيعة الحال، وأشكر الوليد الرقراقي، رشيد بن محمود، جميع اللاعبين والمسؤولين على الاتحاد المغربي على هذا الإنجاز. فرحت به المغاربة، فرحنا المغاربة، فرحت العرب. أشكركم كثير وكثير وكثير، والله فرحة ما تصور، والله الحمد لله. وشكرا لقطر،
على كل شيء سوات من تنظيم ترحيب بالمغاربة وأعطيته تيكت مجانا لعدد كبير من المغاربة دخلوا يشوفوا المباراة. شكرا شكرا وشكرا لكم. لسه هتشكر في الماتشات اللي جايه، لسه هتشكر تاني ان شاء الله، هتشكر تاني وتالت باذن الله. نشكر ربنا دائما وابدا. كابتن حسام حسن، مبروك فوز المغرب. مبروك طبعا لنا كلنا، مبروك للشعب المغربي والاخوان كباتن دكتور حسن وطلال وكل ولينا كلنا. يعني انا شايف ان عملنا المستحيل، المنتخب المغرب عمل المستحيل في كره القدم، ان احنا نحلم ان في منتخب عربي يكون موجود في ربع نهائي او نصف نهائي، فدي حاجه كبيره جدا. وانا عايز اقول كل الناس نسيت يعني صاحب القرار، يعني اللعيبه واللعيبه تعبت، الجهاز تعب، ولكن في واحد كان ممكن يتهاجم بشكل كبير وهو صاحب القرار. يعني كلنا ممكن نختلف معاه ان هو غير المدرب اللي وصل المنتخب المغربي لكاس العالم، ففوزي لك انا طبعا عمري ما اتقابلت بيه، ولكن انا اسمه ان هو يعني بنوع عليه ان هو راجل صاحب قرار وصاحب رؤيه، ان هو اختار بعد المدرب الاجنبي اللي وصل المنتخب المغربي لنهايات كاس العالم وغير قبل كاس العالم، فدي قرار صعب جدا ما حدش يقدر ياخده الا لما يكون واحد عنده درايه، عنده خبره، عنده فكر قاري رغبه الجماهير. لان الشارع المغربي اعتقد بعد وصول المنتخب المغربي لكاس العالم كان في يعني ما كانش في توافق على المدرب الاجنبي اعتقد كده، لكن ان هو يجيب مدرب وطني وليد ركراكي وبخبراته يعني راجل ما مسكش منتخب قبل كده، ولكن دي تحسب لرئيس الاتحاد المغربي ان هو شارك في فرحه الجماهير المغربيه. بحب اقول بس انوع على كده، لكن مبروك وان شاء الله المنتخب المغربي في الفاينل، ويكفي ان هو وصل لاربع فرق ان هو ان شاء الله يبقى في الترتيب احسن ثلاث منتخبات في العالم ان شاء الله. ان شاء الله. عادل سليم مبروك. الله يبارك فيك، الف مبروك. مبروك المنتخب المغربي، مبروك طلال، مبروك دكتور. شكرا. اكيد انه كنا نفتخر بمنتخب المغرب، هو مونديال العرب ومنتخب عربي في نصف نهائي، مش ممكن ان نحلم اكثر من هذا، وان شاء الله انه يوصل النهائي باذن الله. واكيد انه في الانتصارات كل القرارات اللي كانت قبل المونديال كلها صحيحه تولي. وهذا اللي انا مع كابتن سامي، انه احنا في موجه من النجاح، ان شاء الله المنتخب المغربي يستغل الموجه اللي بتاع النجاح هذه ويكمل لبعيد، لانه عنده امكانيات. المنتخب الوحيد ما نهزمش، المنتخب الوحيد اللي قبل هدف واحد وكان ضد مرماه، اكيد انه في المستوى هذا اكيد منتخب عنده انضباط تكتيك كبير، عنده جرينتا، اكيد يستاهل كل خير انه يوصل للنصف النهائي، ولما لا يوصل للنهائي ان شاء الله. الف مبروك مره ثانيه، وممكن الحلمه ما زالت متواصله ان شاء الله. بشار مبروك الفوز. مبروك للمغرب، يعني انجاز كبير وليس فقط للعرب. يعني انا قاعد اقرا الصحافه العالميه تسمي منتخب المغرب هو منتخب المحايدين، يعني مو بس في العرب او مو بس في افريقيا، في العالم كله المحايد اللي منتخبه خرج يشجع منتخب المغرب. وعادل انت ذكرت انه ما دخل مرمى اي هدف، بس اشوف لعب مع منه، كرواتيا، بلجيكا، اسبانيا والبرتغال، هو اصعب طريق. الروح القتالية للاعبين على أرضية الميدان كانت رائعة جدا. ثانيا أعتقد على أن ما يجب الإشارة إليه هو المستوى الذي ظهر فيه اللاعب عطية الله، وكذلك اللاعب